مساء الخير، أحييكم جميعا وأرحب بكم وأتمنى أن تكونوا بخير. أشكركم على تفاعلكم مع مداخلات يوم الأربعاء 12 من شهر أبريل الجاري، والتي عرضتها بدار الشباب بالريش بإقليم ميدلت حول المنتجات المجالية بجبال الأطلس الكبير الشرقي وتدبير الأزمات الغذائية، وخاصة في القرن 17 الميلادي، وفي إطار مواصلة البحث وليس عن بمواطن الخوف، وفي إطار مواصلة البحث بمواطن الخوف، وجدتني مضطرا لمعالجة موضوع الانتقام لو طاليون باللغة الفرنسية أو لا غوفونش في مداخلة يومي الجمعة 14 من شهر إبريل من العام 2023. ورد في الخطاب الديني مصطلح القصاص، وفي سورة البقرة الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الآية 178 من سورة البقرة: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، يقرأ ورش الإمام ورش بالتخفيف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. المغاربة تعاملوا مع الانتقام بما هو مندرج ضمن الحق في الدفاع عن النفس. نعم، لماذا؟ لخطورة الانتقام إن انفلت من تدبير الجماعة. لماذا؟ لوقعه العنيف على الاستقرار البشري في مغرب ما قبل الحماية الفرنسية، والانتقام فوق ذلك لا ينحصر عند أسرتين أو بين أسرتين، أسرة القتيل وأسرة القاتل، أسرة القتيل الصفة المشبهة وأسرة القاتل اسم الفاعل، بل يتحول إلى انتقام عمومي، وقد يغشى وقعه قبيلتين أو أكثر. والانتقام قيمة من القيام ارتقت في العرف إلى حق. الحق في الانتقام droit de vindicte، ولأن ضمان العدالة يتولى أمرها الجماعة أو تتولى أمرها الجماعة، ولأن ضمان العدالة تتولى أمرها الجماعة، كلاهما صحيح. إذا فصلت بين فعل لفاعل مؤنث بشيء يجوز تذكيره والتأنيث هو الوجه. إذن لأن ضمان العدالة يتولى أمرها يجوز أو تتولى أمرها الجماعة وهذا هو الوجه، فقد أضح الانتقام مادة عرفية حاضرة في جميع الأعراف الأمازيغية المغربية المدون منها
والشفه. مفاد الفلسفة التي يبطنها الانتقام في العرف درء كسب ذلك الحق على الأفراد، درء كسب ذلك الحق على الأفراد وإعطائه للجماعة في شخص إجماع، في شخص أجمع إجماع أو المزراجة مزراجة مغار، وبحضور إمام المسجد وشريف القبيلة كما هو الحال لدى قبيلة الزدك بجنوب شرق المغرب الشريف عضو الفريق المصلح. ومن هذا المنطلق تأسس مبدأ تعويض كومبونساسيون. لماذا؟ لتأثير الشريعة الإسلامية على الوسط وبدرجة متفاوتة في الأوساط الأمازيغية. هنالك برز خياران، أحدهما يقضي إعمال القصص لطاليون وهو الرأي القديم، والثاني يزكي التعويض أو الدية، وتخص الدية القتلة لوميسيد، وتخص الدية الجروح لي بليسيور. وهنا وجب المسح الجغرافي للوسط. في القبائل التي يمتد نطاقها شمال غرب العياشي، جبل العياشي، ايت مجيلد، ايت مطير، ازيان، ايت يوسي، ايت عياش، ونفس الشيء ينسحب على بعض العشائر بالقبائل بالجزائر، تقبل الدية وتزكيها إن هي إلا مدخلا للصلح، للإصلاح. وبالمقابل نلف لدى القبائل التي يمتد نفوذها جنوب شرق جبل العياشي، معذرة فثقافتنا تقضي جعل جبل العياشي حدا فاصلا بين القيم، قيم الصحراء وقيم الزغار والغرب. هذا الفاصل وورثناه ووظفته لأني متشبث بالقيم القديمة. وفوق ذلك حصل نفس الشيء سنة 1636، اتفقت الزاوية الدلائية مع الدولة العلوية الناشئة بعد معركة الجارة السعدية 1637 أو 1637، معذرة، اتفقت الزاوية الدلائية مع الدولة العلوية الناشئة على جعل جبل العياشي حدا فاصلا بين الإيالتين. أقول نلف لدى القبائل التي يمتد نفوذها جنوب شرق جبل العياشي، أيت عطارتب وأيت عيسى وأيت مرغد وأيت حديدو وأيت زدق وكونفدرالية أيت عطا عامة، ونضيف إلى هؤلاء جبال وهم أمازيغ تعربوا في وقت متأخر، ونضيف إليهم قبائل واد ورغاء وبعض المناطق في القبائل بالجزائر، نلف لدى هؤلاء المبدأ القديم. ماذا يقول المبدأ القديم؟ يقول لا يعوض الدم إلا بالدم، ويعتقد هؤلاء أن قبول ولا نقول قبول، كلمة واحدة التي تنطق فعل هي قبول، كلمة واحدة في اللغة العربية. ويعتقد هؤلاء أن قبول التعويض معناه بيع روح الهالك، وببيعه يؤهل الهالك
ليكون معذبا إلى الأبد. À être tourmenté à long terme. وإنه من الصعب تخصيص ساحة بالقصر بالميدان لقطع الرؤوس وللقصاص في القتلى وفي إحداث الجروح، أمر صعب. هنالك اجتهد واضع العرف فخصصوا للقاتل جزاء النفي من الوسط نفيا نهائيا مطلقا أو نفيا يحدد في الزمان حسب العرف، حسب عرف كل قصر تختلف لمدة من هذا العرف إلى ذاك، أو يختلف أمد النفي حسب الأعراف بكل بساطة. ضروني أعود قليلا إلى رأي الدية وأهلها. ضروني أعود قليلا إلى رأي الدية وأهله محمول على الرأي، أو أهلها محمولة على الدية. أسجل أن السلطة حينما تجد نفسها طرفا في النزاع بسمة المصلح لذات البين أو بسمة المكلف لمن ينجز الصلح، فإنها تنصح بعد الضحايا لدى الفريقين المتنازعين، والغالب يعوض الضحايا للمغلوب. الغالب يعوض الضحايا للمغلوب. لنأخذ مثالا من النزاع القائم في القرن التاسع عشر بين أيتحديد وأيدستيك. الوثيقة مبثوثة على يميني وتبدو لكم صورتها. الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، محبنا المرابط الأرض الخير المرتضى سيدي عبد الوهاب الحمزوي، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فقد وصلنا كتابك معلما بوقوفك فيما أمرناك به من إجراء الصلح بين أيتحديد سقطت وأيتزدك، سقطت وثقة أن تكون بين أيتحديد وأيتزدك، فبذلت المجهود في ذلك وتوفق انعقاد الصلح على الأرواح التي بين الفريقين، بحيث ابتدأت ذلك الأمر، فتمه بجعل سداد لذلك بينهم، إما أن يعد كل فريق قتلاه ويجعل كل قتيل في مقابلة قتيل، والفريق الذي بقيت عنده الزيادة يعطي لمقابله دية الباقي، أو يتساقط والمطالبة من الجانبين، أو كيفما تيسر ذلك حاصله وليس خاصله كما في المخطوط حاصله. فقد جعلنا نرد ذلك إليك، فاقض فيه بنظارك بما تراه صلاحا وسدادا، فمثلك من قام بذلك الواجب. قال تعالى: لا خير في كثير من جواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك، فما طلعت عليهم الشمس في ثلاثة ربيع الأول 1243 توافق سنة 1828 توافق عهد السلطان عبد الرحمن بن هشام، كانت نهاية الصلح إخلاء أيتحديد
لقصر واحد بأطاد والتنازل عليه لفائدة أجزدك. ورد ذلك في وثيقة أخرى قمت بنشرها في كتابي الأخير أيام السلم القبلي والعلاقة الوظيفية بجبال الأطلس الكبير الشرقي. ضروني أخذ مثالا آخر. حينما تغيب السلطة المركزية طرفا في إصلاح ذات البين، هنا سأعرج إلى أبو حسن بوسط زيان، تسمى الدية لديهم تبرية، وقت انقطع أسرة القاتل لدفعها أو عشيرة القاتل اسم الفاعل، واجري العملية بنحر جزور لضمان موافقة أسرة القتيل واستعطافها بالدم، وبعد ذلك تحدد الجماعة واجب تبرية، وهي طبعا وهو واجب رمزي ما بين قالب سكر و200 ريال، وينطلق التفاوض حول التبرئة مباشرة بعد نحر الجزور، فمع النحر لا يحق لأسرة القاتل الاحتجاج أو الرفض. مع النحر لا يحق لأسرة القاتل الاحتجاج أو الرفض، لأن ذلك يندرج ضمن طقوس ثقافة الدم. لا يحق لها الاحتجاج أو الرفض، لا نقول بقوة القانون بل بقوة الدم. والدية كذلك واجب ملزم لدى أيتم جيلد إن قتل الزوج زوجته، وهذا موضوع يحتاج إلى قليل من الحفر، فإصلاح القانون الجنائي أعتقد في سنة 2006 سوى بين الجنسين في العقوبة إذا قتل أحدهما الآخر، ومن قبل إذا قتلت الزوجة الزوج في العقوبة مرتفعة، وإذا قتل الزوج زوجته في العقوبة منخفضة. هذا موضوع يحتاج إلى مزيد من الحفر والتوضيح. ضروني أعود ثانية إلى النطاق المتشبث بالرأي القديم، لا يعوض الدم إلا بالدم، حيث يحمل القاتل هناك على النفي. ترافق الجماعة إلى مكان معلوم بعيدا عن مجالها، بعيدا عن القصر بحوالي 3 كيلومترات، وتودع الله يعاونك ما ترجعش بشكل مطلق، أو ستعود بعد 7 سنوات أو 10 حسب العرف. ولقد حدثت أزمة أعمال العرف أو النفي في بودني بسنة 1876 كما ورد في محطوط، أو سنة 1893 كما أشار مصطفى نهليل في كتاب الأرشيفات البربر لزارشيف بربر، مع مقتل شيخ القصر عبو المعطي، مما أدى بالمدافعين عن العرف إلى الاستنجاد بقبيلة إتخباش. لماذا؟ لأن المتمردين استنجدوا بأيت زدق وأيت عيسى وأيت ناصر ليدخلوا بودنيب. استنجد سكان بودنيب بأيت خباش، فنزل 120 محاربا قصر بودنيب، وبني لهم قصر طاوس، ومكنهم سكان بودنيب من أرض زراعية. وأما المتمردون كما سلف سليه الشرف كانوا قاب قوسين أو أدنى من الاستنجاد بأيت عيسى وأيت زدق وأيت ناصر. انتصر العرف لبودنيب، وجرى نفي قاتل عبو المعطي إلى موضع البرج لمدة 7 سنوات لم تخني الذاكرة، لا تأخذها حقيقة مطلقة على ما أعتقد. وعقب عودتهم كان تعديل عرف بودنيب. وختاما أفصح أنه لا يمكن المقارنة بين القيام والقول لا وختاما أفصح أنه لا يمكن المقارنة
بين القيام إطلاقا، ولا يجوز القول إن هذه قيمة قديمة وتلك حديثة. لماذا؟ لأن القيمة تحمل ذاتها في ذاتها ولا تحتكم بالمرة للقياس المقارن. ضروني أكتفي بهذا القدر، أشكركم على صبركم ومتابعتكم لهذه المداخلة التي تندرج في إطار التراث الثقافي والذي يتوجب جمعه وصيانته وتحقيقه. شكراً.